عليكم ورحمه الله وبركاته طلابي حبايب قلبي طلاب الصف الثالث الابتدائي اصحاب منهج كونكت 3 ولكم باك وحشتوني. بنكمل مع بعض يعني 2 بعنوان What is the matter؟ بنقولها على بعض What's the matter؟ What's the matter؟ What is بنقولها على بعض What's؟ What's the matter؟ يعني ما الأمر؟ في إيه؟ إيه اللي حصل؟ What's the matter؟ What's the matter؟ يعني ما الأمر؟ لو حد مثلا عنده حاجة أو شكله متضايق أو شكله تعبان أقول له إيه؟ What's the matter؟ What's the matter؟ يعني مالك؟ في إيه؟ ما الأمر؟ إيه اللي عندك؟ What's the matter؟ هنكمل بقى هنعرف مع بعض lesson 1 وهنعرف محادثة وهنتعلم حاجات جميلة قوي عن الأمراض بعد الشر عليكم طبعا وهنتعرف عليها وازاي نحطها في جملة. لو انتوا بس أول مرة بتشوفونا يبقى تكبروا الشاشة وتعلوا الجودة وتجيبوا ورقة وقلم زي ما أصحابنا متعودين. اكتبوا ورانا الكلمات اللي بقولها ورددوا ورانا بصوت عالي. هتخرجوا من الفيديو وانتوا متأسسين كويس في الدرس حافظينه وعارفين ازاي نكون جملة. وطبعا ما تنسوش تعملوا لايك لو الفيديو عجبكم وشير لأصحابكم. يلا ليتس ستارت. أول حاجة هنتعلمها هو سؤال What's the matter? What's the matter? يعني ما الأمر? What's the matter? What's the matter? What's the matter? فنقول إيه? داد هنا بقى المحادثة ما بين بنت وأخوها وباباهم. فبتقول إيه? البنت الأول بتقول Dad, are you okay? Dad, are you okay? هل أنت بخير؟ يبقى لما يبدأ السؤال بإيز أو آر يبقى سؤال بمعنى هل. لو بدأ السؤال يا سامة بإيز أو آر يبقى سؤال بمعنى هل. Are you okay؟ يعني هل أنت بخير؟ Are you okay؟ فقال لها إيه؟ No, I feel sick. خدنا السيشن اللي فات في يونت 1 إني I feel يعني أنا أشعر وبيجي وراها الصفة. صح يا زياد؟ لما نقول I feel happy يعني أنا أشعر إني سعيد. I feel sad أنا أشعر إني حزين. I feel tired أنا أشعر إني تعبان. هنا بقى النهارده هناخد I feel sick. Sick يعني مريض. Sick يعني إيه؟ مريض. مريض. نحفظ بقى الصفة دي كويس. يبقى مريض sick. مريض sick. مريض sick. S I الأي بتقول يا يا احمد الاي بتقول ايه الاي بتقول ايه, إيه؟ فالاس وراها اي تقول سي سي والسي والكي دول صحاب مع بعض اسمهم ستوب ساوند بنقف عندهم كده ونطلع نفس ك ك فنقول سيك سيك يبقى مريض سيك مريض سيك يبقى اي فيل سيك اي فيل سيك انا اشعر اني مريض. فراح الولد ساله قال له ايه What's the matter? يعني ما الأمر في إيه يا بابا? What's the matter? قال له إيه? I have a headache. I have يعني أنا عندي يا زياد. I have نحفظ بقى الفعل ده. Have يعني يملك أو عنده. I have أنا أملك. تعالي كده. I have أنا أملك. I have أنا أملك. يبقى يعني إيه أنا عندي? يعني إيه أنا أملك? Yes, raise your voice. يعني أنا أملك. I have. أنا عندي إيه بقى يا زياد؟ A headache. عارفين head؟ يعني رأس. Head يعني إيه؟ رأس. دماغ اسمها head. H E A D head. طب ache. Ache. السي والإتش هنا اتنطقت ك. Ache. يبقى السي والإتش يا زياد ما اتقالتش تش. ركز معايا. Ache. السي والكي هنا اتنطقت ك. فبنقول ache headache يعني ألم في الرأس. ache لوحدها معناها ألم. فلما أقول I have a headache أنا عندي ألم في الرأس يعني أنا عندي صداع. يبقى لما أجي أقول مريض حاجة مرض أنا عندي المرض ده ما ينفعش أقول I feel. أمال أقول إيه يا ساجدة؟ I have a headache. I have a headache. طيب تعالوا بقى ناخد شوية أمراض كده بعد الشر عليكم. البرد اسمه إيه؟ cold. cold ينفع اقول I am cold؟ لا. انا اكون برد؟ لا. لا I am cold يعني انا بردان. انما لما اقول I have a cold لازم اقول a. I have a cold يعني انا عندي برد. تشير. I have a cold بس يا كوكو. I have a cold يعني انا عندي برد. نحفظ بقى الامراض. I have a headache. I have a headache. I have a headache. يعني ايه انا عندي صداع يا ساجده؟
يا هيدي. طب انا عندي برد. I have a cold. Excellent. I have a cold. I have a cold. طيب لو انا عندي حمى سخنه وحرارتي عاليه جدا وباخد وعيان قوي مش قادر. Fever. I have a fever. I have a fever. يعني انا عندي حمى. طيب لو انا بقى عندي كحه. كحه اسمها كف. بصوا بتتكتب ازاي؟ تعالي نكتبها هنا. سي او يو وجي اتش كف. الجي والاتش يا اولاد بننطقها. فنقول بقى نحفظها كده مع بعض يا احمد. زي كلمه اليفانت. يس. بس الالفانت البي والاتش هي اللي اف. انما هنا جي اتش هي اللي اف. نقول ايه؟ كف. سي او يو جي اتش كف. C O U G H cough. C O U G H cough. يبقى I have a cough. أنا عندي كحة. يعني أنا عندي كحة. I have a cough. يبقى أي مرض نقول أنا عندي بعد الشر عليك وكذا. يلا قولوا لي بقى أنا عندي صداع أقولها إزاي؟ I have a headache. Excellent أحمد. I have a headache. طب أنا عندي برد. I have a cold. طب انا عندي حمى. Fever. حمى a fever. I have a fever. طب انا عندي كحه. I have a cough. C-O-U-G-H-Cough. C-O-U-G-H-Cough. برافو عليكم. يبقى لما اجي اسال ما الامر اقول ايه؟ مين فاكر؟ مالك يا بابا اقولها ازاي؟ What's the matter? ولما اقول انا عندي اقول ايه؟ I have. واقول المرض اللي عندي بعد الشر. طب لو انا اشعر بان انا مريض اقول ايه؟ انا اشعر يعني ايه؟ I feel sick. انا اشعر اني مريض. طيب السؤال اللي عايزاكم تحفظوه برضو زي what the matter ايه؟ Can I get you anything? Can I capital في كل مكان في الجملة I دي أنا. Can I هل أنا يمكنني أقدر أنا get you أجيب لك anything أي شيء؟ أقولها بقى إزاي؟ Can I get you anything? Can I get you anything? نقولها بقى مع بعض. Can I get you anything؟ بسرعة. Can I get you anything? Can I get you anything? أقدر أجيب لك أي حاجة طيب؟ Can I get you anything؟ لو عملناها بالراحة. Can I get you anything؟ أسرع بقى زي الأجانب. Can I get you anything? يلا قول كده يا أحمد. Can I get you anything? يلا يا زياد. Can I get you anything? يعني أي شيء. ولازم أطلع لساني في التي والإتش بتقول س. Anything. يلا كده يا سجدة. Can I get you anything? لا تقوليها بقى بالسؤال. Can I get you anything? Can I get you anything? يلا يا ريتاش كده. Can I get you anything? برافو. يلا يا سما. Can I get you anything? قالها yes please. اه يا ريت. A glass of water. يعني ايه glass of water؟ كوباية مية. ما اقولش water بس كده. A glass of water. كوباية مية. تعالي يا بوكا هنا. A glass of water. كوباية مية. A glass of water. كوباية مية. يقول لها yes please. اه يا ريت. A glass of water. And my medicine.
وكمان الدواء بتاعي. نحفظ بقى ماي ميديسين دوائي. تعالوا نشوف كده ميديسين بتتكتب ازاي. ميد ام اي دي، الاي بتقول اه فنقول ميد ميد، يبقى احنا كده قلنا ميد ام اي دي ميد. اسن السي يا عيني محبوسه ما بين الاي والاي، يبقى ميديسين ان اي. كده عرفنا كلمه ميديسين دواء. يبقى لما اقول ماي بتخلي الحاجه بتاعتي، ماي ميديسين دوائي، يبقى a glass of water and my medicine، a glass of water and my medicine. فالولد قال له شور يعني اكيد، حاضر حاضر شور شور. الاس واليو هنا يا اولاد اتنطقت ش، الاس مع اليو نطقنا ش، شو 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 شور 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 يعني اكيد، اس يو ار اي شور، اس يو ار اي شور، اس يو ار اي شور. يبقى نتعلم تاني يا اولاد، لما اقول انا عندي صداع اقول ايه؟ انا عندي صداع هاف، مش انا قلت انا عندي يعني اي هاف؟ I have a headache. I have a headache. I have a cold. I have a cold. أنا عندي برد. I have a fever. أنا عندي حمى سخن جامد. I have a fever. I have a cough. I have a cough. C O U G H cough. ولما أجي أسأل لحد يا سما وأقول له ما الأمر أقول له what's the matter. What's the matter. What's the matter. ولو عايز أقول لحد أجيب لك أي حاجة أقول له إيه؟ Can I get you anything? Can I get you anything? وكمان كوباية مية اسمها إيه؟ A glass of water. A glass of water. A glass of water. والدواء بتاعي اسمه إيه؟ My medicine. My medicine. وأكيد يعني إيه؟ Sure. أكيد. Sure. طيب تعالوا نشوف مع بعض اهم الكلمات وبعد كده نشوف الجرامر. الكلمات بتقول هيدك صداع، هيدك مريض يعني سيك سيك، وبتساوي كمان كلمه ايل يا اولاد، اي دبل ال يعني مريض برضو ايل، يعني ممكن اقول اي فيل ايل، انا اشعر بالمرض، هي هي سيك. فيبر حمى، فيبر. ميديسين دواء، ميديسين. والكحه اسمها ايه؟ كاف. الكحه كاف. والبرد cold. طيب المعدة اسمها stomach. 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 السي والاتش يا ولاد هنا اتنطقت ك. stomach. يبتسم smile. يبتسم smile. يبتسم smile. doctor. دكتور يعني ايه؟ doctor. صابونة soap. الاو يا ولاد لما يجي وراها ايه بتقول او، بتقول اسمها soap. يبقى كده اعرف ان الاو وراها ايه، اول ما الاو تقول اسمها يبقى الاو وراها ايه. soap soap soap. صابونة soap. tissue يعني منديل. خديها يا ماما. tissue يعني منديل. tissue. يلمس touch. يلمس touch. t o u c h touch. T O U C H touch. يلمس touch. يلمس touch. طيب الدش اسمه ايه؟ shower. shower. ممكن اقول I have a shower يعني معناها ان انا عندي دش ولا انا اخد دش؟ انا اخد دش. اخد دش اسمها I have a shower bird. وجه face. face. وجه face. نيجي بقى للافعال المهمة مهمة مهمة. يغطي cover. يغطي cover. cover الماضي بتاعها covered يعني غطى خلاص، بنحط له اي دي. cover covered. cover cover. try يعني يحاول ويجرب. try tried يعني حاول. try tried. try tried. listen يستمع. التي هنا silent يا اولاد مش بنقولها بنكتبها بس. listen listened. listen listened. يستمع استمع. طيب الافعال بقى الشاذه اللي المضارع بتاعها بيكون غير الماضي، لازم احفظ المضارع واحفظ الماضي بتاعه كويس قوي. زي يشعر، مش احنا عارفين كلنا ان يشعر فيل؟ طب عايز اقول انا شعرت امبارح بقى اقول اي فيل؟ لا بقول اي فيلت. يبقى يشعر فيل شعره فيلت. يشعر فيل شعره فيلت.
يشعر feel شعره felt يشرب drink شرب drank يشرب drink شرب drank يشرب drink شرب drank يذهب goes ذهب went يذهب go ذهب went يذهب go ذهب went okay. طيب بصوا بقى هنا يا اولاد خلاص احنا قلنا بقى المحادثه وقلنا ان احنا نحفظ what's the matter يعني ما الامر تقول لي I have a headache بتقول I have مع المرض وزي ما قلنا هنا لو انا عايزه اعرض على حد اجيب له حاجه اقول له ايه can I get you anything can I get you anything اقدر اجيب لك اي حاجه طيب بصوا هنا يا حبايبي بيقول لك When I am ill لما بكون ايه اللي بالصفحة بقى هاتوا الصفحة دي يا ولاد ايوه When I am ill لما اكون انا مريض I have a cold لما يكون عندي برد مثلا المفروض اعمل ايه Cover your nose يعني غطي مناخيرك انفك and mouth وبقك كمان with a tissue بمنديل لما يكون عندنا cold دايما نحط مناديل على النوز بتاعتنا Cover your nose and mouth with a tissue طيب لما يكون المفروض ان احنا play football نلعب كوره واحنا عندنا cold bad no number 2 لو عندنا كحه when i have a cold when i have a cough المفروض نعمل ايه drink water with lemon drink water with lemon lemon يعني ليمون نشرب ميه بليمون drink water with lemon drink water with lemon طب ينفع go swimming ينفع نروح نسبح واحنا عندنا كحه؟ لا نو طب لما يكون عندنا I have a headache when I have a headache لما يكون عندي صداع اعمل ايه؟ try to sleep احاول اني انام طيب ينفع اقول listen to some loud music نسمع موسيقى عاليه؟ ده انا عندي صداع اسمع حاجه عاليه؟ لا يبقى نو I feel sick انا اشعر بالمرض ايه اللي المفروض اعمله؟ go to the doctor اذهب الى الدكتور ينفع play with your friends نلعب مع اصدقائنا no don't play with your friends my stomach hurts معدتي بتوجعني my stomach hurts ناخد بقى الفعل ده مع الافعال يؤلم heart يؤلم heart اما اقول my stomach hurts ليه حطينا للفعل اس مين فاكر ليه قلنا hurts مش heart ليه حطينا للفعل اس الفعل زياده no. بنحط اس لما يكون الفاعل مفرد زي ستومك بنحط للفعل زياده اس قلنا الفعل يا اما ساده يا زياده اس مع هي او شي او ات او اي اسم مفرد عشان كده قلنا ماي ستومك معدتي واحده بس قلنا هارتس يعني بتوجعني اعمل ايه اي جو تو ذا دكتور او جو تو ذا دكتور روح للايه للدكتور Don't play tennis. اوعى تلعب تنس. طيب لما يكون عندي fever, I have a fever. Take a cold shower. يعني خذ حمام بارد، خذ دش ساقع لو انت عندك سخونيه. Don't take the hot a hot shower. اوعى تاخد دش سخن، هيزود السخونيه. امال ايه؟ Take a cold shower. من هنا بقى يا اولاد نتعلم حته جرامر كده صغنونه. بصوا حبايبي، دي حته جرامر صغننه كده. لو عايزه ابتدي اعمل جمله امريه مش احنا عارفين ان الجمله الخبريه العاديه خالص لازم تبتدي بفاعل زي انا اي هو هي هي شي نحن وي هم ذي مثلا هو او هي لغير العاقل ايت ابتدي ببرناوند دي كده جمله عاديه طب لما اجي ابتدي بقى يا احمد بجمله امريه يعني عايزه اقول لك اعمل كده ساعتها ببتدي بفعل على طول الفعل اللي احنا حافظينه بس اول حرف فيه كابيتال يعني ايه يا زياد لما اقول درينك اما ابدا الجمله درينك مش معناها يشرب معناها ايه يا احمد اشرب درينك 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 ووتر يعني اشرب ميه كده دي جمله امريه ليه ابتدت بفعل على طول درينك اشرب طب عايز اقول لك لا اوعى 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 تعمل كده بستخدم كلمة don't بستخدم كلمة ايه؟ don't يعني لا don't يعني ايه؟ لا لا وبيجي وراها فعل سادة بدون إضافات ما فيهوش إس ولا حاجة يا زياد أقول مثلا ايه؟ don't play لا تلعب with your friends مش أنت عندك كف كحة؟ don't play لا تلعب with your friends
مع اصدقائك عشان ما تعدهمش. يبقى يا ولاد لما اجي ابتدي الجمله بفعل على طول في المصدر بدون اضافات، يبقى دي جمله عاديه ولا جمله امريه؟ جمله امريه. لما اجي امر حد اقول الفعل على طول، اقول play معناها العب، drink اشرب، go to the doctor روح اذهب الى الدكتور، go to the doctor اذهب الى الدكتور. طب عايز اقول له اوعى تروح للدكتور، اقول له ايه؟ don't go to the doctor. يبقى لو عايزة انهي حد اقول له اوعى تعمل كده اقول don't. ولو عايزة ابتدي الفعل بجملة بالجملة بفعل يبقى دي كده ايه؟ جملة امرية، يعني بأمر اللي قدامي لازم يعملها زي ما شفنا كده في الجدول. تعالوا نشوف كده الجدول التاني بيقول ايه. don't touch your face. don't يعني لا، touch المس، لا تلمس your face وجهك. eat healthy food. بص الفعل على طول eat بس يا كوكي. eat يعني كل. هنا ينفع اقول اكل او ياكل ولا اقول كل على طول؟ كل. eat healthy food كل اكل صحي. wash. wash يعني يغسل. لما ابدا الجمله بwash معناها ايه؟ يغسل. اغسل. wash اغسل. wash your hands اغسل ايدك with soap. with soap يعني بالصابونه. wash your hands with soap. wash your hands with soap. بص هنا بيقول لك نمبر 2 stay at home يعني ابقى في البيت if you have a fever. لو عندك fever، لو عندك حمى، يبقى stay home يعني اقعد في البيت. stay at home. stay at home. exercise يعني تدرب. exercise يعني ايه؟ تدرب. بعد كده smile يعني اضحك. smile and be happy. اضحك وكن سعيد. smile and be happy. واخر حاجه cover your mouth and nose. غطي بقك وانفك with a tissue بايه؟ بمنديل. if you have a cold لو عندك. if هنا يا اولاد معناها لو. if معناها ايه؟ لو. if you have a cold لو عندك برد هتعمل ايه؟ cover your mouth with a tissue. cover your mouth with a tissue. يبقى الفعل يا اولاد لما ابدا الجمله بفعل على طول يبقى ده فعل امر. لما اقول don't وراها الفعل يعني بنهي كده واقول اوعى تعمل كده. طيب تعالوا كده نحل دي الاكسرسايز الصغير ده. يلا يا كريمه eat ولا eating your breakfast؟ اختار ايه؟ الفعل سادة معناها كل فطارك. يلا يا سما staying ولا stay at home if you have a fever لو عندك حمى؟ اقول staying ولا stay؟ stay. اني واحدة staying ولا stay؟ stay. stay الفعل سادة عشان ده فعل امر. stay at home اقعد في البيت. يلا يا تاجة smiles ولا smile and be happy؟ ها؟ smiles اللي فيها اس. مش احنا قلنا الفعل لما اجي ابتدي الجمله بالفعل على طول يبقى ده فعل امر، يبقى فعل ساده بدون اضافات، يبقى اقول ايه؟ smile ابتسم. يلا يا ساجده doesn't ولا don't take a hot shower when you have a fever؟ اقول ايه؟ doesn't ولا don't؟ doesn't. في حاجه احنا قلنا على الجمله، احنا شرحنا قلنا doesn't، قلنا ايه؟ لما اقول لا تفعل اقول ايه؟ don't يعني لا ووراها الفعل سادة. don't take يعني لا تأخذ a hot shower. اوكي كده يا ولاد نحفظ بقى الكلمات كويس مع المحادثة. اللي هي الفعل سادة كل eat. ايوه كده هنحفظ يا حبايبي الافعال كويس جدا، وكمان هنحفظ المحادثة دي والامراض. نقول I have والجمل دي. الشاطر بس هو اللي يكتب لي الجمل دي في الكومنتات، وكمان تشتركوا في جروب التليجرام او اللينك هيقابلك في صندوق الوصف. ببعت لك كل الهومورك على جروب التليجرام. شكرا لو وصلتوا لحد هنا في الفيديو. ثانك يو سو ماتش فور واتشنج. ما تنسوش بس تقدرونا بلايك حتى لو استفدتوا صغيره شويه صغننه كده قد كده. وما تنسوش كمان تعملوا شير لاصحابكم عشان غيركم يستفيد. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.